اهلا بيكم مره تانية. زي ما بيقولوا كده، من الواضح للعيان انه مقاطعه الدول الاربعه مصر الامارات السعوديه البحرين اصبحت طبعا تجاه قطر اصبحت بمثابه حبل ما التف حول رقبه النظام في الدوحه بسبب دعمه المستمر وغير المتراجع للارهاب. كل ما يحاول هذا النظام فك هذا الحبل من حوالين رقبته للاسف الشديد بيتشد عليه اكتر ويضيق الخناق عليه اكتر، بس هو بيضيق على نفسه باستمراره في هذا الغي الغير مفهوم، يعني او ممكن يكون مفهوم من وجهه نظر البعض. وبعد لقاء امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع احدى القنوات الامريكيه وتصريحاته غير المرحب بها ايضا، تزداد هذه الازمه حده ان كنا نعتبرها ازمه مثلا يعني، او تزداد تعقيدا للحد اللي وصلت فيه بعض دول الخليج من اعضاء مجلس التعاون الخليجي مقاطعتها لاي اجتماع بتحضره قطر. حول تطورات هذا الوضع خلونا نرحب جدا ويسعدنا ان احنا يكون موجود معنا في الاستوديو السفير الدكتور مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجيه الاسبق. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مهم عندي ان انا افهم مستقبل اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، خصوصا انه البحرين اصبح في عندها توجه واضح ومعلن على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن احمد انه تجميد عضويه قطر في المجلس أصبح يعني حلاً أو أمراً ملحاً. في واقع الأمر أستاذ يوسف، مجلس التعاون استطاع خلال 36 سنة من نشأته حتى الآن، حتى ما قبل الأزمة الراهنة، أنه يعقد اجتماعات القمة الدورية في مواعيدها، إضافة إلى قمة تشاورية بتتم في منتصف العام في يونيو. لأول مرة الآن يواجه قادة دول مجلس التعاون بمأزق الأزمة دي. أولا لم يصدر قرار بتجميد العضوية حتى الآن، وبالتالي إذا دولة الكويت اللي هي دولة المضيفة لهذه القمة عقدت اجتماع من باب المنطق أن تحضرها قطر. ولهذا أنا أعتقد تصريح وزير خارجية البحرين كان في توقيته المناسب حتى يقطع الطريق على هذا الاحتمال. طبعا دولة الكويت باعتبارها دولة مضيفة لديها شعور بضرورة أو بالسعي إلى عقد هذه القمة، شيء وارد يعني، لأن هذه القمة في واقع الأمر ما فيش كان بيان سياسي يصدر من أي أمير أو ملك خليجي في مناسبة وطنية أو قومية إلا ويشير إلى مجلس التعاون. ده أيقونة دول مجلس التعاون والتباهي به، لأنه شق طريقه في ظروف صعبة جدا. صحيح. واستطاع أن يخرج الدول المجلس التعاون من عدة أزمات، من ضمنها يعني أقصاها كان غزو العراق للكويت. هنا المسألة احتمالاتها يا إما أن يجتمعوا بعددهم المكتمل كست دول، أو أنهم يرجئوا الاجتماع إلى حين معرفة مشارف الحل القادم ايه. الحقيقة ده موقف صعب، ويبدو في تشاور حاليا، في تشاور مكثف بين قادة دول مجلس التعاون في احتمال المشكلة يحلوها ازاي. لكن للأسف الشديد زي ما تفضلت في المقدمة، قطر لا تساعد على إيجاد الحل. والمدهش ان في اللقاء اللي تم ما بين الأمير تميم مع القناة الأمريكية لم يفتح المجال للحل، بل العكس، وقال لو أن دول الأربعة بدأت بخطوة واحدة سأبدأ أنا بعشرة أميال. من يبدأ بالخطوة؟ هل هي دول الأربعة ولا هو؟ والمفروض هو أنت المقاطعة. هو الآن شعور خليج، شعور قطر بشعور دولة الجزيرة، وكانت شبه جزيرة قبل كده، قبل المقاطعة شبه جزيرة، ولهذا كلمة الحصار بتعكس ألم نفسي مر، رغم كل التصريحات الرسمية القطرية تشير إلى عكس ذلك. لكن حقيقة الأمر اللي يشوف معدل التزاور والزيارات والعبور في المنفذ السعودي مكثف، كان عدد كبير يعني يتجاوز عدة آلاف في الشهر، يعني رايحين جايين في تزاوج، في مصاهرة، في زيارات، يعني مسألة المعبر البري ده مهم للغاية.
وبالتالي تصريح الأمير تميم لم يفتح الطريق. أنا أعتقد أن قطر نتيجة الفترة نتيجة شعورها أو سعيها غير العادي أو الهوس بدور إقليمي ربما يجعلها تقدم على خطوة بأنها تنسحب من مجلس التعاون. قد تنسحب، تبدأ هي بالانسحاب فيبقى هروب للأمام. دي يبقى المأزق بيزيد بالنسبة لها. كونها ساعت يا أستاذ يوسف، ساعت هي لأقلمة الأزمة وأيضا لتدويل الأزمة. أقلمة الأزمة طبعا عملت علاقة قوية جدا بإيران، بدأت تفتح فتحة غير عادية، وأيضا مع تركيا، قاعدة عسكرية تركية موجودة في محاولة لتمييع الأزمة وإعطائها بعد إقليمي، ما نجحتش حتى الآن يعني، لكن سعت أيضا لتدويلها. وفي تصريح أيضا غريب للأمير تميم بيقول إحنا نريد قمة لدول مجلس التعاون في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي، وسبق الأحداث وقال أنا موافق على كده، موافق على أحداث القمة بشكل مسبق. المتحدة الأمريكية يعني ليه أعمل كامب ديفيد ثلاثة في أمريكا؟ إحنا دول شقيقة يجمعها إطار قطري ألا وهو مجلس التعاون الخليجي، إطار إقليمي اللي هو جامعة الدول العربية. الحل هنا في جامعة الدول العربية، الحل هنا في الدوحة، الحل هنا في المنامة، في الرياض، في أبو ظبي، في القاهرة، الحل مش هناك. هو التصرف ده شعور المذنب الذي يكابر ولا يعترف بالخطأ. الحقيقة هو الاتهامات الموجهة لقطر موثقة ومحددة بشكل واضح جدا. كان من المفروض في مثل هذه الحالة من الناحية القانونية أن يردوا على الاتهامات دي، دي غلط فين وثائقهم، ويدرسوها. ادي سبل حل الأزمة، يقعدوا على طاولة ويقول احنا مستعدين نشوف لهذه الاتهامات الـ14 ونشوف بند فيها ايه. لكن الطريقة دي انه يتجاهل دي وكل شوية يبرر ويقول حجة السيادة ان طلب الدول الأربعة يعتبر اعتداء على السيادة القطرية، في شيء من التجاوز يعني غير العادي. اي سيادة نتحدث عنها ولديك قاعدة أمريكية في قطر؟ العالم كله بيتجه إلى السيادة المرنة أو مرونة السيادة. عهد السيادة المطلقة انتهى، والسيادة بمدلولها الراهن طبق القانون الدولي أو العرف المتعامل عليه عليها حقوق والتزامات. فالالتزامات ألا تضر في ممارسة السيادة بالغير، وهو أضر ضرر بالغ بالدول الأربعة. طب يعني سيد سفير، أنا فعلا دايما مشغول، كل هذا الصلف وكل هذا العنت جاي من إيه؟ جاي قطر بتعيش فترة مراهقة سياسية طويلة ممتدة. قطر في نشأتها لما نشوف النشأة تفسر الوضع الحالي، فوجئت أو فترة وجيزة جدا يعني حازت على ثروة طائلة في عدد سكان حوالي 300,000 نسمة، نص مليون. لكن ما استحوذت عليه نتيجة بصفة خاصة نتيجة تسييل الغاز أضاف إليها ثروات غير عادية، ربنا يزيد، مهولة صحيح. وبالتالي كانت كريمة مع شعبها، ده ما ننكرش هذا. أكبر دخل في دول منطقة الخليج وخارجها، أكبر متوسط دخل في العالم وبهذا ضمن نوع من الولاء. لكن أنا أعتقد هذا الولاء برضو معرض لهزة، لأنه المحيط اللي مخيط بقطر محيط أصبح قلق، محيط بشوية شوية بيبقى معادي، وبعدين العلاقة بتنتقل من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي. كتير قوي على المستوى الشعبي في كل دولة خليجية بدأ فعلا يتكلم على قطر، وإن كان قطر هي بتحب هذا، يعني تعشق الحديث عن قطر 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 قطر. يعني ربما الصمت الإعلامي مجدي في هذه الحالة. شوف التناقض قد إيه، صمت إعلامي كامل. هم بيعشقوا إن الاسم يعشقوا إنه قطر قطر، حتى في الشر في أي حاجة يعشقوه إن كل العالم بيتكلم على قطر. دي سمة من سمات الدولة، وانتقل إلى الشعب نفسه بمفرداته. يعني أنا بقول لك الكلام ده من واقع تجربة ومعايشة، مش مجرد كلام. للأسف الشديد حتى الآن مش قادرين يتراجعوا ويعترفوا بالخطأ. الاعتراف بالخطأ ده
سمة جيدة ان طب واحد. ايه اللي يدفع بانه دولة حصل لها تراكم رأس مالي سريع وحتى عندها طموح سياسي كبير؟ انا من الناس اللي شايفه انه مفيش مشكله انه كل الدول يبقى في عندها طموح سياسي كبير، ده حقها يعني، وملهاش علاقه بحجم المساحه بتاعه الحدود السياسيه، مش ازمه برضو يعني دايما اضرب المثل، انجلترا اقل من تلتين مساحتنا واحتلت تلتين العالم، مظبوط، مش ازمه. لكن انا قدامي نموذج قطري اقليمي زي دوله الامارات العربيه المتحده، عندها تراكم راس مالي كبير، هي كمان في النهايه خالص عندها مواطن يعتبر من افضل 15 مواطن سعيد على مستوى العالم، عندها طموح سياسي، بتحاول تفعل الخطوات والاليات للوصول الى هذا الطموح بهدوء وبحكمه وعايز اسميها ايه، وبلطف يعني، من غير ما بتستفز حد. صحيح، كانت قطر تمارس دور اقليمي ومحلي، يعني دور في منطقتها إيجابي للغاية. في البداية احتضنت التقدم والحداثة، لكن في فترة وطبعا عقدت مؤتمرات دولية غير عادية فيها هناك، واستجلبت جامعات من أرقى الجامعات في العالم، أقامت فروع لها هناك، جابوا هارفارد. لكن لما جاءت ثورات الربيع العربي شعرت أن دي فرصتها أن تركب المد، وأن ده سيمدها بنفوذ غير عادي في هذه المرحلة، وبالفعل كان لها دور أساسي داخل مصر في أحداث مصر في التمويل وفي التحريض وإلى آخره وفي مجيء الإخوان. لما تنتهي الثورة دي وأدت لم تؤدي إلى نتيجة اللي كانت تتوقعها قطر، بدأت تنقلب من الاتجاه الإقليمي الحسن أو الطيب إلى الناحية النقيض، إلى النقيض. وطبعا في الفترة دي حصل تأثير الإخوان، كان تأثير فاعل، استغلوا الفترة دي في إحداث تغيير، في مش هقول غسل المخ وغسل الدماغ، لا، دول تغلغلوا في كل المناحي الحياة القطرية، أثروا تأثير بالغ. لما تشوف المقابلة اللي بتتم كانت بين القرضاوي وبين أي مسؤول بما فيهم الأمير، تندهش إنه استقبال غير عادي واحترام زائد لهذه الشخصية وغيرها. فطبعا كان في تأثير هنا بعد ديني أيضا، أو تخيلوا أنهم بيسعوا إلى الخير، وبدأوا يتجهم إلى اتجاهات المنظمات الإرهابية المتطرفة في سوريا، لعبوا دور فاعل غير عادي في جبهة النصرة. طيب دي نقطة مهمة جدا عايز أتكلم فيها، أستأذن بس أروح لفاصل، عايز أرجع بعد الفاصل نتكلم في المسألة دي، فكرة دعمهم للمنظمات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة في سوريا، في ليبيا، حتى في اليمن، وصولا إلى يعني أحيانا الهند، كما أعلنت الهند في فترة من حوالي إفريقيا، في إفريقيا جمعيات، وفي إفريقيا على سبيل المثال، والصومال على سبيل المثال لعبوا دور سيء جدا. بس المذيع يميل إلى أنه النظام الحاكم في قطر ما هو إلا مجرد محفظة متخمة بالأموال. من وراءها؟ من يوجهها؟ هو ده مين اللي بيحرك هذه المحفظة ويجبرها على الإنفاق؟ فاصل ونكمل الكلام مع سيادة السفير الدكتور مصطفى عبد العزيز، لو سمحتوا استنوا. خلونا نجدد الترحيب سيادة السفير الدكتور مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية الأسبق، وكنا بنقول على مسألة قطر يميل فيها المذيع إلى أنه هي مجرد محفظة لو صح التعبير تمول وتدفع، لكن في عقل مدبر ومحرك هو اللي قال لها تمولي النصرة، وهم اعترفوا بذلك، تعملي مش عارف إيه في كذا، تعملي إيه في كذا، والعقل المدبر مين اللي بيحرك؟ أنا يعني أظن أن هناك حلقة أمريكية في الموضوع. بدأت هذه الحلقة الأمريكية المؤثرة في الدائرة القطرية من أيام أوباما. ما ننساش أوباما كان بيدي تكليفات لدولة قطر، وكانت دولة قطر بتقوم بيها على وجه أكمل. ولما قامت الثورة في ثورة الربيع العربي وفي عدة دول عربية، كان التوجه الأمريكي في عهد أوباما هو ركوب هذه الثورة ومحاولة التأثير فيها، واستطاع الجهة الممولة الأساسية كانت قطر. قطر لعبت دور فاعل في التمويل، وأيضا ضمن هذا الدور بالنسبة لأمريكا وغيرها، دول الغرب وأوروبا أيضا اللي طلعوا
الجماعة اللي سافروا لسوريا وليس لهم علاقة بسوريا اللي انضموا للمنظمات الإرهابية. كل ده كان فيما أسميه أنا بصقر الدول. صقر الدول دول عايزين أولا ما بعد الحداث بتاعت في أمريكا الحدث بتاع البرجين الكبار دول في نوع من العداء الكامل للعرب والمسلمين. هذا التيار بيتزايد ويلاحظ في الانتخابات الأخيرة الأوروبية كلها أن الشعوب أن الأحزاب الشعبوية كلها بتاخد وتقدم. كل ده ناجم عن والمسألة الأساسية فيها ضد المهاجرين العرب أو المسلمين. العملية لما قطر استمرت في هذا الدور تورطت إلى أبعد مدى في التمويل والتحريض. هنا بقى لقنت الرأي العام الداخلي اللي تابع الرأي العام الداخلي في قطر نفسها كان بتوحي قطر انها بتقوم بدور فاعل للحرية والانتصار الشعوب وحق الشعوب في الحياة الكريمة وإلى آخره، كان بتروج لهذا الكلام. فالتراجع عن هذا التورط يحتمل مخاطر. الخطر الأول هو كيف تبيع التحول والتغير لداخليا. في رأي عام برضه هناك في قطر مش مفيش رغم شراء الولاء موجود. الحاجة الثانية انه تحويل المسار له مخاطره. والمثال الواضح لهذه المخاطر تركيا نفسها. تركيا لعبت دور علني في داعش. وكانت الناس بتنزل في المطار كده وتسلط عليهم الأضواء ومعروفين بالاسم وجايين اللي جاي من انجلترا واللي جاي من امريكا واللي جاي من اوروبا في سوريا. وما فيش فيها اي وهم يعني. وبعدين بيع النفط اللي هو بيصرخ من المناطق دي كلها عن طريق تركيا. والتمويل القطري انا اتصور اعتقد واظن ان هذا التمويل القطري لهذه المنظمات كان بيتم عبر قنوات تركيا. طيب علاقة الأمير الأب الأمير حمد بن خليفة الثاني وحمد بن جاسم بن جبر من ناحية أخرى، علاقتهم بتل أبيب ومن المعروف ومن المنشور إن عندهم استثمارات وأملاك في نهاريا وخلافه بيسافروا يتفسحوا ويرجعوا، ده معناه إنه تل أبيب لديها أيضا يد فاعلة محركة؟ مش عايزة كلام. أنا كنت لسه هقول الدور الثاني بقى اللي هي الدور المكمل والموجه. أصلا إسرائيل لها دور ومن مصلحة إسرائيل تفتيت المنطقة العربية. وليه الخليج بالذات؟ الخليج يعني الأزمة اللي حصل دي وافتعلت الخليج يمثل يعني مركز للتنمية في العالم العربي، احتياج لأموال للتنمية لأشياء كثيرة. دول الخليج بتسد ثغرة أو فجوة كبيرة في الاحتياجات التنموية للمنطقة. فكوني تتأثر منطقة الخليج بأزمة ويتم توجيه موارد ضخمة للتسلح، كل ده الدور ده على حساب العرب بينتقص من الدور الخليجي التنموي للمنطقة العربية. يعني ادخال المنطقة في سباق تسلح. يعني المؤتمر الأمريكي العربي الإسلامي اللي تم في الرياض خرج منه ترامب بقد إيه؟ بحوالي 400 مليار، مبالغ خرافيه. وخد من قطر حوالي 120 مليار. ارقام فلكيه. لم يعني دي كلها احداث مترابطه ببعضها. والسعي للانتهاء من او فض الاتفاق النووي مع ايران. وراه ايه ده؟ اثاره او ارضاء محاوله اشعار دول الخليج ان هو بيدافع عن قضيته. يعني ضد ايران. في عوامل كثيرة متداخلة الوقت ما يتسعش لذكرها لعب الدور في استمرار قطر في هذا المجال. لكن الخوف من القطريين بيتراجعوا يخافوا من انقلاب النظمات الإرهابية دي عليهم هم كمان. أظن طول ما بيدفعوا ما حدش هينقلب خالص. الحنفية لو اتقفلت لا هي دي. لا تركيا بقول حصلت فيها يمكن حوالي 20 حادث إرهابي من افراد منتمين لداعش داخل تركيا نفسها. لانها بدات تكتيكيا تغير سياستها بمحاوله كده تدريجيا ببطء كده شويه بالابتعاد عن التنظيمات الارهابيه. داعش جبهه النصره بتغير، فالنتيجه انقلبوا عليها
وده وارد بالنسبة لقطر في تحسب. هرجع على مسألة واشنطن وعلاقتها بالأزمة، يعني أحيانا نجد أنه تصريحات ترامب دافعة ناحية أنه قطر هي منصة لتمويل الإرهاب إلخ 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 إلخ، وأنه لازم يتم إيجاد حل. ولكن وزير خارجية تيلرسون، وأنا أقدر أفهم أن ريكس تيلرسون كان بيشتغل في قطر لفترة طويلة جدا، عنده علاقات قوية جدا، رجل بترول أصلا كويس قوي. هل التباين في الرأي أو التباين في المواقف، وده غريب جدا انه يحصل، حضرتك ادرى مني، ما بين رئيس الدوله وسكرتير الخارجيه في نفس الدوله، حتى اسمه سكرتير الخارجيه، الرجل يتحدث المفترض بما ينطق به الرئيس وبما يدور وفي خلده وفي عقله وفي قلبه، لكن اللي حصل في امريكا ده جديد. هو الهدف منه الحفاظ على المصالح مع كل الاطراف، كل الاطراف. يعني يمكن سياسه اوباما كانت واضحه، واخده خط كده تلاقيه معين معروف ومتابعته معروف. اما ترامب بيلعب الحبلين، بيلعب مع هذا الجانب ومع الجانب الاخر لمحاوله زياده توسيع رقعه مصالحه. النهارده في اكبر قاعده امريكيه خارج امريكا موجوده في قطر، فدي جزء كبير من الموقف اللي حريصين عليه رغم ما يقوله ترامب. لكن هذه الدوله مهمه لهم، بالنسبه لهم للغايه، للمصالح اللي موجود قاعدة في منتهى الأهمية. لكن هو الغريب أن النهاردة سياستهم، سياسة أمريكا وعدم الحزم، سياسة الرمادية، أنا بقول مفيش وضوح أبيض وأسود، دفعت قطر إلى أحضان إيران. هنا بقى التناقض هيبدأ يشتغل، هنا هيبدأ في تناقض في السياسات، هتقدر هي تلم ولا ما تقدرش. وإيران متحفزة وسريعة للابقاء على الخيط القطري ده، هو اللي هو بيعمل ثغره في المنظومه الخليجيه. هي المساله اللي انا مستغرب له، انه هل النظام القطري لا يمتلك اي وعي سياسي ولا خبره سياسيه الى هذا الحد؟ يعني الايرانيين اسمهم شطار فعلا، فهيبلعوهم زي الاسبرينه كده ولا حاجه، وبيستخدموهم تمام. هم للدرجات دي مش واعيين، ولا هم رايحين للمصيدة وعندهم ظن ان هم اللي بيصطادوا ايران؟ هم كانوا بيستخدموا الورقة الايرانية دي كنوع من الضغط المعنوي على الدول الاربعة، محاولة. وايضا الورقة التركية، الورقتين دول بيلعبوا بيهم للتأثير على حلحلة الموقف الدول الاربعة. لكن حتى الان لم يحدث التأثير المطلوب، العكس، في تشدد. انا ملاحظ في تشتت، يعني توتر وزيادة تصاعد في موقف الدول الأربعة ضد قطر. هل هيحصل تراجع وإعادة نظر تاني وتقييم في السياسات؟ رغم، أنا بقول الكلام ده رغم، في قطر نفسها في مفكرين جيدين الحقيقة، مش مفيش، فيه صحيح صحيح، لا فيه صحيح كواري، مش عايز أقول أسماء يعني. رغم هذا أنا أعتقد هم دلوقتي بيعيدوا ربما النظر، وبعايزين يلجأوا لوسيلة ما تخرجهم من المأزق وتحافظ على يعني ماء الوجه زي بيقول. ايه هي دي؟ المخرج انهم، انا اتصور، مش عايز اقول، انا ده مجرد اقتراح يعني، لكن حاجة انا بفكر فيها، هم بيقولوا السيادة، مش السيادة دي حجة، لكن هي المقصود بالسيادة الاحراج، والدول الأربعة بتمارس ما يسمى أرم تويستينج لقطر. الحل هو إذا عقد مؤتمر شبه دولي أو إقليمي وطرحت فيه وثيقة من المجتمعين، من هم المجتمعين ده موضوع آخر، وقالوا تيجي فيها قطر ودول أربعة، يعني الدولة اللي هتعقد هذا المؤتمر الإقليمي تدعو مجموعة الخليجية كلها بما فيها قطر، ويتعمل وثيقة، والوثيقة دي يتقال فيها ان دي وثيقة للتعامل ضد الارهاب والتزام قانوني واحنا شهود عليه الدول دي كلها. انا اعتقد يمكن يكون مخرج، بس هل قابل للتحقيق ولا لا؟ دي مسألة عايزة تفكير تاني، عايزة تفكير فيها، لان هي بتتحجج دايما، وعندهم الى حد ما الالحاح الدول الاربعة ولازم تغيروا سياستكم، ولازم عملية الفرض دي بالنسبة للدول مهما كانت دولة صغيرة ولا كبيرة ولا متوسطة ولا قزمية ما تقبلوش. ليه؟ لأنه عندها برضو في شعب موجود، تقبله إزاي؟ فهي عايزة تفكير من هذا النوع. في
الجماعة المفكرين العرب، المجموعات الدينية اللي موجودة، يعني عايزة تلويفة كده تقوم بصيغة ما وتلف تحل المشكلة، لكن لن تحل هذه المشكلة بالوضع الحالي الراهن. هل من الوارد تجميد العضوية؟ وارد، ممكن قوي، بس ده هيبقى فيه مشكلة. سلطنة عمان اللي هي دايما تتابع سياسة لا سياسة وموقفها المعروف والكويت دولة تفاوض، والكويت دولة طول عمرها يعني سياستها عدم تأزيم الأمور، وهي مرت بأزمة كبيرة. ده عملية برضو صعبة، وبالتالي عمليا أنا واستقلال المفروض شهر ديسمبر الاجتماع على القمة، فهي بتستغل الزخم اللي بتعمله القمة دي عشان تحاول تجبر الدول دي على عقد الاجتماع. طيب، هو على ما يبدو ان الوقت جري اكتر من اللازم، بس هو القعده دي قعده بالنسبه لي اكتر من رائعه، لا اعتبرها مجرد لقاء تلفزيوني باكتر من ان هي قاعدين كمان بنفتح في ما وراء تحليل الخبر حتى. اشكرك جدا سياده السفير على وجود حضرتك معانا. كل الشكر لسياده السفير الدكتور مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجيه الاسبق. جت على بالي حاجه غريبه جدا، هو قطر دايما مصره ان قناه الجزيره مش ملك الحكومه ومش ملك الدوله، ولما طلعنا اكتر من وثيقه مختومه من مجلس الوزراء ان هم بيمولوها قالوا لنا طيب لا، طب احنا عايزين نشتري الجزيره، انا عندي زبون والله العظيم، احنا عايزين نشتري الجزيره، وتبقوا خلصتوا من القصه دي وهنسيبها شغاله بس بطريقتنا بقى. سلامات.